أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان المسلم مقيما في بلاد الكفر ويشتري لحما عند جزار مسلم، فهل عليه أن يسأل عن طريقة الذبح وعن كون الذبائح حلالا، أو يعمل بالقاعدة أن الأصل حلها؟ ما دام أن اللي يبيع مسلم، ما دام أن الذي يبيع مسلم وهو اللي يذبح يأكل من ذبيحته. أما إذا كان هذا المسلم يبيع من ذبائح أهل البلد فهذا يسأل، لا بد أنه يسأل. إذا كان يبيع من ذبائح الكفار، من ذبائح أهل البلد، يسأل. أما إذا كان الذابح مسلما أو يتيقن أنه كتابي ذبحها على الطريقة الشرعية فإنه يأكل منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.